وسط المشهد المؤلم المحاط بالدمار القاسي والبيوت المدمرة التي تسأل أصحابها عن استكمال عودتهم إلى أرضهم، أوضح الأب بولس ثابت حبيب راعي خونة كرمليس الكلدانية في حديث لتلميير ونورسات أن عدد العائلات التي عادت حوالي 320 عائلة من عائلات كرمليس والموصل. عادت لأن هذه الأرض هي أرضها، عادت لأن كل عائلة لها الحق بأن تعود لتتمسك بماضيها ولتنظر إلى مستقبل آمن ومزدهر بعد هجرة قاسية. الأهالي هم أصلاء في هذه المنطقة، وهذه الأرض هي أرضهم، وأيضا عندهم دور مهم في هذه الأرض كونها تمثل تاريخهم منذ آلاف السنين. هذا هو الدافع لعودة هذه العوائل اللي تهجرت قسرا وعاشت ظروف مأساوية صعبة فترة النزوح إلى أقليم كردستان وغير المناطق الأخرى في العراق. لذلك الدافع الأول هو حب لهذه الأرض، العودة إلى الخصوصية والهوية اللي انحرموا منها لمدة 3 سنوات وتشتتوا في أرجاء البلد. وتابع الأب ثابت حديثه: هناك العديد من المستمسكات التي تخص أراضي العائلات قد انفقدت، ونأمل أن يوصل إلى حلحلة هذا الأمر، كما أن الفلاحين قد عادوا إلى زراعة أراضيهم التي احترقت بيد داعش، لكن عامل الجفاف هذه السنة قد تقلص من نسبة المحاصيل الزراعية، مشيرا أيضا إلى أن عودة العائلات كانت خطوة جريئة وسوف تساعد على عودة كل العائلات المتبقية التي باتت بيوتها فارغة تنتظر أصحابها لينتشلوا منها الدمار، تنتظر أصحابها ليلملمون ذكرياتهم بها. وأكد الأب ثابت أيضا: صحيح أن التهجير هو أمر صعب، لكن إرادة الحياة هي الأقوى. وفي ختام اللقاء ومن وراء الدمار القاسي، قدمت تيلا لوميير الأب ثابت أيقونة القيامة تقديرا لصمود أبناء بلدة كرمليس العراقية.